السلام عليكم. فاطمة أمزيل، نائبة الرئيس المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية. احنا اليوم مركب الجميل اللي هو دور مزية في المدينة، اللي هو مركب ديال خير الدين، الرجل المثقف ديال المدينة، اختارينا باش اليوم نديرو فيه الاجتماع ديالنا، اللي هو الدورة الاستثنائية ديال المجلس اللي صادقنا فيها على الأجهزة ديال المجلس، يعني اللي جان بخمسة بهم ب 13 عضو اللي كاينين في هذوك اللجان، وكذلك خصنا اللجنه ديال المعارضه حتى هي اتفقنا فيها بالاجماع على شكون الفريق اللي خداها، وهو فريق العداله والتنميه، وكذلك عبروا الاخوان على يعني الراي ديالهم بكل شفافيه وديمقراطيه، اللي صوت مع واللي صوت ضد واللي ممتنع، والمهم صوتنا بالاغلبيه على الرؤساء اللجان ونوابهم، وكذلك على الممثلين ديال المجلس في بعض الهيئات اللي هما لا رمسا والمجلس ديال الجماعات الترابيه ديال اكادير الكبير الى اخره. دونك اتفقنا على مع السيد الرئيس، اتفقنا على الدوره المقبله اللي غادي نصوتوا فيها على الميزانيه، وراكم عارفين الميزانيه واكراهاتها، الانتظارات ديال الساكنه كثيره والميزانيه قليله، ولكن حنا كلنا امل في السيد الرئيس اللي هو الحمد لله رئيس الحكومه، اذا غادي يجيب الاجوبه لجميع الانتظارات، وغادي يعني يجاوب على جميع المشاكل في كل شق فيما يتعلق بكل شق من هذه المشاكل. هو راه عنده انتظارات لانه رجل استراتيجي، رجل استشرافي، وحنا عندنا الزهر ان عندنا رئيس الحكومه هو رئيس ديال مجلس اكادير. دونك غادي يكون ان شاء الله الحلول، وربما حنا كنطلعوا ان المدينه ديال اكادير كما كيقول هو غادي تكون متروبول، بغيناها ان شاء الله تكون في مصاف ماشي غير المدن الجميله ديال المغرب، ولكن بغيناها تكون في مصاف المدن الجميله ديال العالم. وكلنا امل وكلنا ثقه في قياده السيد الرئيس عز اخنوش لهذه المدينه الجميله. اذا كنت من متابعينا الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.